السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم هذا الفيديو هذا غنديروا الرياكسيون على سعد المجرد، الفيديو كليب ليلاح. ما غاديش نديرو كاملو، ولكن غنشدو واحد اللقطه تما، لان هذيك اللقطه وصل فيها واحد الميساج اللي حتى شي واحد ما فهمه، وانا جيت باش نفهم لكم داك الميساج. اوكي، كما كان متوقع ان الاغنيه ديال سعد المجرد بدك ايه حققت واحد العدد كبير ديال المشاهدات في اقل وقت. قدر في 4 ديال السوايع يضرب 1.5 مليون، في 4 ديال السوايع قدر يطلع للطوندونس. حاجه واحده باش عجبني تاع المجرد هو حيد داك التخربيق اللي كاين في الطوندونس، بان وداك الراقي الشرعي وداك التخلويط اللي كاين تما، حيد داك الوسخ اللي كاين في الطوندونس. واخا باقي الثاني والثالث والرابع، خص شي حاجه واحده اخرى تحيد داك الثاني والثالث والرابع. هو بغيت نحيد لكم داك الطوندونس الوسخ، ولكن ما المهم نكمل لكم الفيديو. المهم غنوريكم يعني الميساجات اللي كيوصل سعد المجرد في داك الفيديو كليب. تفرجوا في هذه اللقطه. هكذا كان رد سعد المجرد على دوك الحاقدين ديالو، دوك اللي ما كيحملوش. ما بغيتش نحط لكم الفيديو كامل لانه فيه الكوبي رايت، حطيت لكم انا هذيك اللقطه، ولكن بالرجوله هذا ميساج واعر. عرفتي علاش؟ نهار تشد شي وحدين ما كاين غير الوضع ريلاكس. شوفوا لي هذه اللقطه هذه. هاد اللقطه هادي كيبان ليا بان سعد المجرد فرغ اعصاب ديالو في دوك المنتقدين، دوك اللي ما كيحملوش، كيقول لهم انا هو اللي حاكم المسرح الفني، وهذه رساله للناس اللي ما كيحملونيش. يعني راه ما عندكم، ما تصوروا، راه اولادي، شوفوا اقرب طبيب لكم وسيروا تعالجوا، راه حالتكم صعيبه، حالتكم صعيبه، حالتكم صعيبه، لان الا قابلتوني راه غنسطيكم بربي، تنسطيكم. مره غتشدوني هكا، مره غتشدوني هكا، ما تتلف ليكم غي تقلبوا لكم البابر. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب داك الجرس. نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.